بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أعرف نفسي، المدرس نورس إبراهيم جاسم، عنوان المحاضرة تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة ونهاية الشرق. لابد من إيضاح لهذا تأسيس الدولة أنه كانت في مكة المكرمة هنالك ضغوطات على الرسول محمد صلى الله عليه وآله من قبل قريش، بالإضافة إلى ذلك أنه محاربته، فلا بد أن يأتي إلى منطقة أخرى ينقل فيها الدعوة الإسلامية. من بعد مكة ووفاة أبي طالب الحامله أختار أن يذهب إلى مدينة الطائف. الطائف لم تستقبله بسبب أن ثقيف كانوا مسيطرين على هذه المدينة، ومنها انتقل إلى المدينة المنورة لينقل الدعوة الإسلامية وتكون هنالك له مرتكز أساسي لبناء الدولة الإسلامية. في المقدمة نذكر نقول تعود الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أهم أحداث الدعوة الإسلامية في تاريخ المسلمين، حيث كانت أساساً ومنطلقاً لقيام المرتكزات الإسلامية للدولة التي شرع لبنائها الرسول محمد صلى الله عليه وآله في المدينة، والتي تمكنت من خلالها توسيع دائرة الدعوة على اعتبار أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله هي رسالة عالمية عبر التاريخ، بعدما أذن الله تعالى له ولأصحابه بالخروج إليها لينتقل الإسلام بها من الدعوة وحدها إلى أقامة الدولة بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله ومن معه من المهاجرين والأنصار. جاءت عندما دخل الرسول محمد صلى الله عليه وآله إلى المدينة هنالك فئات مختلفة في المدينة من السكان، حيث وجد المسلمون كانوا على قسمين، هما الأنصار وهم من قبيلتي الأوس والخزرج، وينتمي الأوس إلى قبيلة الأزد اليمانية الكبيرة التي خرجت من اليمن إلى الشمال واستقرت بيثرب إلى جانب اليهود. سكن الأوس مناطق العوالي إلى جانب بنو قريظة والنضير، وسكن الخزرج سافلة المدينة إذ جاوروا بني قنيقاع. أما المهاجرون الفئة الثانية اللي تكون موجودة في المدينة المنورة هم الذين أسلموا وهاجروا من مكة إلى المدينة وسكنوا فيها وتركوا بلادهم وأموالهم وأهليهم رغبة في طاعة الله ونصرة للدين الإسلامي، فلم يكن لهم مكان آخر يسكنون فيه ولم يتبقى لهم عمل ولا أموال لسد حاجاتهم حتى بدأوا يتكاثرون، لأن الهجرة فرضا على الإسلام استمرت هذه الهجرة إلى المدينة حتى فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة. عندها أعلن الرسول محمد صلى الله عليه وآله لا هجرة بعد الفتح، أي بعد السنة الثامنة الهجرية. بالإضافة إلى ذلك، حيث هنالك بعض الفئات منهم المشركون وهم من قبائل المدينة ولم يسلموا بعد، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي، ويعتبر عبد الله بن أبي هو زعيم المنافقين في المدينة، فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادة عبد الله بن أبي على المدينة بعد حرب بعاث التي عانى منها الأوس والخزرج معانا، ولم يتم له ذلك بسبب مجيء الرسول صلى الله عليه وآله، وانصرف قومه عنه فكان يرى أن الرسول قد استلب الملك. أما الفئة الثالثة التي كانت في المدينة، هنالك ما يسمى بيهود، وهم اليهود، وهنالك ما يسمى بيهود الحجاز بشكل عام ويثرب بشكل خاص، وكان نزوحهم بدأ في القرنين الأول والثاني الميلاديين. كان في يثرب ثلاث قبائل مشهورة هم بنو قنيقاع، وكانوا حلفاء الخزرج وديارهم داخل المدينة. أما بنو النضير وكانوا حلفاء الخزرج وديارهم بضواحي المدينة. بالإضافة إلى هؤلاء هنالك بنو قريظة حلفاء الأوس ديارهم بضواحي المدينة أيضا. لقد عمل الرسول محمد صلى الله عليه وآله عند دخوله المدينة إلى عدة إجراءات، وهذه الإجراءات جاءت حتى تكون مرتكزات أساسية لبناء دولة المدينة. بدأ فيها أول عمل قام به الرسول محمد صلى الله عليه وآله هو بناء المسجد. اختار مكان المسجد حيث بركت ناقته الشريفة، وهذا الاختيار ليس بأمر أحد وإنما بأمر الله، لم يكن بالتشاور أو اختيارا فرديا، بل الناقة كانت مأمورة وكان هذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى. بدأ رسول الله العمل، فأمر بتنظيف المكان، ثم أمر باللبن فضربه وبدأ العمل بنفسه، فقد ذكر توالى بناء مسجد بنفسه، فقد تولى البناء مسجده بنفسه وأصحابه من المهاجرين والأنصار. وهذه المشاركة من قبل الرسول صلى الله عليه وآله ليرغب المسلمين في العمل فيه، وكذلك إزالة الفوارق الطبقية حتى أتم بناء المسجد، وأصبح بجانب المسجد بيوتا
بنيت باللبن وجذور النخل والجريد، وقد اقتطعت جزء الخلفي من المسجد فأسكن فيها من لا منزل لهم وعرفت بالصفر. وهؤلاء الذين لا منزل لهم هم المهاجرين الذين جاءوا مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله. أما الجانب الآخر الذي عمل عليه الرسول صلى الله عليه وآله هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فقد عمل الرسول محمد صلى الله عليه وآله على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أي ألف بينهم بأخوة الإسلام والإيمان، فهي صورة من صور الإيمان والمؤاخاة، واحدة من القيم الإنسانية التي أرساها الإسلام المحافظ على كيان المجتمع. وتعتبر المؤاخاة من الأعمال المهمة في تاريخ السيرة النبوية، حتى آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال تآخ في الله أخوين أخوين، ثم أخذ بيد الإمام علي عليه السلام فقال هذا أخي، فصار المسلمون على اختلاف قبائل متساوين جميعا لا فرق بين سيد وعبد، وأصبحت قومياتهم واحدة. أما الأضافة الأخيرة من إجراءات الرسول لبناء الدولة الإسلامية هي وثيقة المدينة التي تعد دستورا للمدينة. ومن أهم الإجراءات التي قام بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي هذه الوثيقة التي نظمت المجتمع، فكل فئة في المجتمع عرفت ما لها وعليها، أي أن عليها واجبات ولها حقوق. حتى اليهود الذين كانوا في المدينة تعامل معهم الرسول بهذا الشيء، فلم ينكر حقوقهم ولكن أعطاهم حقوقهم وفق هذه الوثيقة. حيث كان أمام الرسول مهمة كبيرة هي التأليف بين مكونات المجتمع في المدينة، فقد أصدر وثيقة المدينة، وقد مثلت هذه الوثيقة عهدا وميثاقا قانونيا وحقوقيا يحدد العلاقة الاجتماعية بين مكونات المجتمع. ولكن الأمر يختلف مع اليهود، حيث يختلف الدين، لقد وجد الرسول صلى الله عليه وآله أن الرابط الأنسب هو المواطنة والانتماء إلى الأرض المشتركة في ظل التسامح الديني. ولأجل ذلك وضع كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم، وبذلك تم بموجب هذه الوثيقة تنظيم العلاقات في المدينة بكل مكوناتها، إذ وضعت المبادئ الأساسية لهذا المجتمع باعتبار المسلمين أمة واحدة، بعضهم أولياء بعض يتعاونون فيما بينهم، إذ لا يكون فرق بين أسود وأبيض ولا عربي وعجمي إلا بالتقوى. ونظمت هذه الوثيقة العلاقة بين اليهود والمسلمين في أرجاء المدينة. وبهذا يكون الرسول وفق هذه الإجراءات التي وضعها في بناء الدولة الإسلامية أنه حقق ارتكاز دولة مستقلة، منها ينطلق لتحرير مكة من بناء الشرك وهدمه. بدأ الرسول محمد صلى الله عليه وآله بعد أن استقرت دولة المدينة ووضع مرتكزاتها الأساسية، بدأ بمواجهة المشركين في مكة، حيث أول غزوة كانت في الإسلام هي غزوة بدر الكبرى، وسميت هذه الغزوة بهذا الاسم نسبة إلى بئر بدر الذي وقعت عنده المعركة. وبدر ما مشهور بين مكة والمدينة، وقعت معركة بدر سنة بدر 17 من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة. أما أسباب هذه المعركة، كانت لهذه المعركة عدة أسباب، من أهم هذه الأسباب هي ملاقاة تجارة قريش التي يرعاها أبو سفيان ويقودها، فقد اعترضها الرسول صلى الله عليه وآله. قالوا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه تجارة قريش فيها أموالهم فأخرجوا إليها. إن جزء من الأموال التي تجاجر بها قريش كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكة، فقد استولى عليهم المشركون بعد هجرة أصحابها إلى يثرب فرارا بدينهم من قسوة قريش. إن الحالة بين المسلمين ومشركي مكة كانت حالة حرب، لكن قريش سارت من مكة إلى بدر بقيادة أبي جهل 950 رجلا واستعدت للحرب ضد المسلمين. وبهذا تكون إن هذه التجارة أو هاي واقعة بدر ليس هي اعتراضا لتجارة قريش، وإنما أبو سفيان قائد بفئة كبيرة لمحاربة المسلمين، وكان الرسول محمد صلى الله عليه وآله مستعدا لهذه الموقعة. بالإضافة إلى ذلك كان صاحب راية رسول الله في هذه المعركة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان مجموع من شارك في بدر الكبرى من المسلمين 313 مقاتلا، 77 رجلا من المهاجرين، و 236 رجلا من الأنصار، وحقق الله النصر للمسلمين على قتلهم. وجاء في قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كذلك في معاملة الأسرة، تعامل الرسول مع أسرى بدر بما تمليه مصلحة المسلمين، فقد كان يفادي بهم على قدر أموالهم، وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون،
فمن لم يكن له فداء دفع الله دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة فعلمهم فإذا هدفوا فيها فداء. ثانيا الغزوة التي حدثت مرة أخرى وهي غزوة أحد، وقد اتخذت الغزوة اسمها من اسم جبل أحد، وهو جبل أحمر ليس بذي شناخب، وبينه وبين المدينة قرابة ميل في شمالها، وعنده كانت الواقعة الفضلة التي قتل فيها حمزة عم النبي عليه السلام، و70 من المسلمين كان يوم بلاء على المسلمين، حيث وقعت المعركة في السنة 3 للهجرة. سبب خسارة معركة أحد هو عدم الالتزام بقرار رسول محمد صلى الله عليه وآله عندما ركز جيشه. أسباب غزوة أحد، لا بد أن تكون هذه الغزوة لها أسباب ومقدمات. من بعد بدر الكبرى جاءت غزوة أحد. السبب الديني كانت لها عدة أسباب، من أهمها هو السبب الديني. كانت قريش تحاول بكل ما تملك من منع انتشار الدعوة الإسلامية، وذلك بسبب الهزيمة التي لحقت بها في غزوة بدر، سخرت كل ما تملك لإيقاف انتشار الدعوة الإسلامية. ثانيا السبب الاجتماعي، كان قتل سادات قريش وأشرافها أثر كبير في نفوس المشركين حتى يأتي يوم الانتقام من المسلمين. أما السبب الثالث هو السبب الاقتصادي الذي يعد من أكثر الأسباب. كانت مكة تتميز باقتصادها القائم على رحلتي الشتاء والصيف، أي كانت رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، ووجود المسلمين في مكة يقطع تجارتهم. السبب السياسي، ترجع أهمية قريش بين القبائل بعد غزوة بدر الكبرى، لذلك أرادوا رد اعتبارهم بين تلك القبائل مهما كانت تكلفتها كبيرة. مواجهة الرسول مع المشركين، وكانت في سبب خسارة المسلمين في أحد. لسبب خسارة المسلمين في أحد أسباب مهمة كما عرجنا عليها سابقا، أنه عدم التزام قادة الجيش الذي وضعها الرسول وأعطاهم المهمات، منها خطط الرسول للانتصار حينما جعل عبد الله بن جبير أميرا ل50 من الرماة لرد خيل قريش، وتحقق النصر للمسلمين حتى نزل الرماة لأخذ الغنائم مخالفين أمر الرسول بعدم النزول. مهما تكون النتائج، فانتهز خالد بن الوليد الموقف وحقق التفافا جعل المسلمين في موقف حرج، واستشهد الحمزة ومصعب بن عمير وغيرهم من المسلمين. وعلى الرغم من الانتصار العسكري الذي حققته قريش في أحد، لم تستطيع استئصال المسلمين ولم يتحقق لها فتح طريق تجارتها إلى الشام. ثالثا تأتي من بين الغزوات الأخرى التي تعود هي غزوة الخندق أو الأحزاب، أي بعد غزوة أحد جاءت هذه الغزوة، كانت لها أسباب. من هذه الأسباب هي تحريض من يهود بني قريظة انتقاما من المسلمين، واستطاعوا أن يقنعوا قريش للتعاون معهم في غزوة المسلمين في المدينة، فحشدوا 10,000 مقاتل توجهوا إلى المدينة، وكانت هذه الغزوة في السنة 5 للهجرة. نلاحظ أن هناك بعض الاستعدادات التي خاضها الرسول محمد صلى الله عليه وآله لهذه المعركة. استطاع اليهود من خلال تحريضهم أن يحشدوا من قريش وأحلافها 6,000 من قبيلة غطفان وأحلافها يقودهم أبو سفيان إلى المدينة، حتى علم الرسول بما عده الأحزاب، شرع بالتخطيط لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المشركين، حتى أخذ الرسول بما قاله سلمان المحمد، حيث أشار على الرسول صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إنا كنا بفارس، إذا حوصرنا خندقنا عليه، وحفر المسلمين خندقا حول المنطقة المكشوفة من المدينة. وهنا تسبب في مفاجأة الأعداء، أي أم قريش، بوجود الخندق، وهذا الأمر لم يكن معروف عند العرب في حروبهم حتى سميت بغزوة الخندق، وانتهت بمقتل عمرو بن ود العامري على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى وصفها النبي قائلا: ضربت علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. لقد كانت معركة الأحزاب نقطة تحول في الصراع بين الإسلام والشرك، لأن الشرك حشد كل ما استطاع فيها فخرج منها مهزوما، حتى قال: الآن نغزوهم ولا يغزون. أي هنا أصبح للمسلمين ثقلهم في مكة بعد أن كانت قريش هي صاحبة الشأن والغزوة، حتى جاءت غزوة الحديبية التي تعود. كانت غزوة الحديبية عندما خرج الرسول في السنة 6 للهجرة يريد الأمر، ومعه ناس وساق أصحابه أيضا، وخرجوا بالسلاح، سدته قريش عن البيت. كان حمل هذا السلاح هو مجرد الدفاع عن ما سوف يتعرض له من قبل قريش، فقال: ما خرجت أريد قتالا، وإنما أردت زيارة هذا البيت. وقد كان رسول الله رأى في المنام أنه دخل البيت وحلق رأسه وأخذ مفاتيح البيت، وأمر الناس أن يتجهزوا للخروج معه إلى مكة، وخرج معه المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وسميت الحديبية نسبة إلى المكان الذي انتهت إليه.
والحليبية قرية متوسطة ليست كبيرة، سميت ببئر حنان عند مسجد الشجرة التي بايع تحتها وتقع بين مكة والمدينة. وعند بئر الحليبية توقف المسلمون وكان ماء البئر قليل لا يكفيهم، فشكوا للنبي فانتزع سهما من حنانه ثم أرماهم أن يجعلوه في جوفه، فجاش الماء بالرواء. انتهت الغزوة بتفاوض الرسول مع قريش على عقد صلح شامل بين الطرفين. أما نص وثيقة الصلح، بعد الغزوة حصل هنالك نصا لوثيقة الصلح ما بين المشركين والرسول محمد صلى الله عليه وآله. نصت الوثيقة في صلح الحديبية التي كتبها علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: باسمك اللهم، هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. أولا اصطلحا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أما الفقرة الثانية، أن من أحب أن يدخل في عهد محمد وعهده فعل، وأن من أحب أن يدخل في عهد قريش وعهدها فعل. النص الآخر كتب بنسختين وشهد عليها شهودا من الطرفين، ختم بختم الرسول صلى الله عليه وآله وسهيل بن عمرو، وأخذ كل طرف النسخة، وأنه من أتى محمدا منهم بغير علم وليه رده محمد إليه، وأنه من أتى قريش من أصحاب محمد لم يرده ولا يدخل بسلاح إلا سلاح النصارى. أما الغزوة الأخيرة وهي غزوة فتح مكة، نقضت قريش ما تعهدت به في صلح الحديبية. أصبح هنالك الصلح، ضربوه قريش عرض الحائط، وجاءت هذه الغزوة التي تعد غزوة فتح مكة. نقضت قريش ما تعهدت به في صلح الحديبية بأعانتها حلفائها بني بكر على حلفاء المسلمين بني خزاعة، فاستنصر المسلمين، فقال النبي: لا نصرت أن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي، حتى أمر الناس بالتجهيز لغزو قريش في مكة، وكان خروجه من المدينة في السنة الثامنة للهجرة. هنا تعرف فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وهي نهاية الشرك. حتى قلنا في بداية المحاضرة أن مكة تم فتحها سنة 8 للهجرة، لا فرار ولا هروب من مكة بعد الفتح. دخل المسلمين مكة من 4 جهات في حين وقت المعركة في وقت واحد، حتى أن هذه القوات لم تلقي مقاومة، ودخل الرسول مكة من ناحية كداء على ناقته الخصوى، وأقبل إلى الكعبة فاستلم الحجر الأسود وطاف في البيت على راحلته وعلى الكعبة وأزال الأصنام من حولها، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم خاطب قريش قائلا: يا معشر قريش، ما ترون إني فاعل بك؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هنا نعتهم بالطلقاء، فعفى عنهم، وكان الله قد مكنهم منه، فلذلك سمي أهل مكة الطلقاء. وبعد أن طهر البيت الحرام من الأصنام كانت فيه، بعث سراياه لهدم الأصنام خارج مكة لتطهيرها من الأصنام. أما فيما يخص سورة براء ونهاية الشرك وتبليغها إلى الناس، جاءت في العام 9 من الهجرة، بعث الرسول أبا بكر ليقيم للناس الحج ومعه سورة براء ليقرأها على أهل مكة، ثم دعا الإمام علي عليه السلام فقال له: ادرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه وارجع. أبا بكر فقال: يا رسول الله، نزل في شيء؟ قال: لا، ولكن جاءني جبرائيل عليه السلام فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. وقف الإمام علي عليه السلام بين جموع الحجيج في العاشر من ذي الحجة يوم النهر، ونادى فيها: إني رسول الله إليكم. ثم تلا عليهم ما معه من سورة براءة، ثم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. وبهذا كان العام 9 للهجرة نهاية الشرك، فلم يحج بعد ذلك العام المشرك، ولم يطف بالبيت عريان. وأن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.